السيارات وصح الآلات، تبارك الله وتمشي لعين الزيارة
أساسية.
نشوف راسكم انا باش كنا ابن جيسان يكون يزيد. يزيد عنده تجارب. تكون عنده الخبرة. يكون شباب جون وخبرة. بالعمر قلنا قدرة، قلنا نزاهة، قلنا أن مرتبطها بالمخاطر، في الوقت يكون عنده قرارات صعبة.
يخدم يطبق براسه خدمته، يعني ماشي كل شيء راه كل شيء غير خلص عليه ويخدموا عليه الناس حتى هو تكون عندها الكفاءه الاداريه والمهنيه، نزاهه والشفافيه بطبيعه الحال، يكون نزيه ما يكونش فيه غش ما يكونش فيه تخبيط كما زادوا حنا ولا مصلحه الشعب. الا كنتي صافي كنتي كتخدم من نيتك راه كتوصل، كنتي كدير الغش راه شحال من مقابله وشحال من مشاكل كتزيد غير عامل عامل كتفشل. العزيمه بطبيعه الحال الاراده الحياة كلها قدرة على اتخاذ القرار، ما تكونش متردد حيت داك التردد ما تيزيدش القدام. قدرة على اتخاذ القرار، مثلا بغيت واحد الحاجة وعندي واحد النسبة ديال 99% أنها غادي تنجح، توكل على الله وندير. التسيير مطلوب، التسيير الوقت ضروري، لا ما كنتيش ضابط الوقت ديالك في الخدمة راه ما كاينش والو. تفاهم ما بين المراه والرجل، تفاهم ما بين المراه والرجل.